السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيهم التلاميذ والتلميذات ديال المستوى الإعدادي والثانوي، وكيهم السلالة الجديدة لكورونا. إذا كما كتقراو في عنوان الفيديو، السلالة الجديدة لكورونا، إجراء حملة للكشف بين 30,000 من تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي بست جهات بالمملكة. إذا هذا الكشف عن كورونا أو السلالة الجديدة غادي يهم فقط 6 ديال الجهات، تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي بستة ديال الجهات. هاد 6 ديال الجهات هما اللي غادي نعرفوهم بهذا الفيديو، وغادي نعرفوا أعداد التلاميذ في كل جهة، وكذلك شنو هي الفئة اللي كتستهدفها وزارة الصحة بهذا الكشف. مفهوم؟ إذا المذكرة هي هذه، مذكرة صادرة عن وزارة الصحة بشأن الكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19 بالوسط المدرسي. إذا الموضوع ديال هذه المذكرة هو لوبيراسيون دو ديبيستاج دو لانفيكسيون او سارس كوف 2 او ميليو سكولير، يعني الكشف عن العدوى كوفيد 19 خصوصا الموجة الثانية أو السلالة الجديدة او ميليو سكولير، يعني في الوسط المدرسي. دونك غادي نحاولوا نعرفوا شنو كاين في هذه المذكرة. دونك كاين فيها مجموعة من الأمور، كيتكلموا على التلاميذ والتلميذات اللي غادي يتلقاو هذا الكشف، كذلك على عدد التلاميذ، كذلك على الجهات الست اللي قلنا. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه بالتفصيل هنايا في مضمون المذكرة. إذا هذه المذكرة قلنا صادرة عن وزارة الصحة في شخص وزيرها خالد أي الطالب، دونك كيوجه دونك ميدام زي ميسيو لي ديريكتور ريجيونو دو لا سونتي. دونك هاد المذكرة صيفطها الوزير المدراء الجهة، مدراء الصحة يعني المديرين الجهويين ديال الصحة، كل من جهات كازابلانكا ستات يعني جهات الدار البيضاء ستات، كذلك جهات الرباط سلا القنيطرة، كذلك جهات طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش اسفي، وسوس ماسة. داكوغ، العنوان ديال المذكرة هو لوبيراسيون دو ديبيستاج دو لانفيكسيون او سارس كوف 2 اون ميليو سكولير، يعني الكشف عن فيروس كورونا السلالة الجديدة بالوسط المدرسي. دونك نحاولوا نقراو المضمون ديال المذكرة. دون لو cadre du plan national du vieil et de riposte à l'infection au SARS-CoV-2 et suite à l'apparition de nouveaux variants du dit virus caractérisé par une plus grande transmission parmi les jeunes, une opération de dépistage chez les collégiennes et les lycéennes sera menée au niveau de vos régions. Donc, هنايا كيقول لك في إطار مواجهة فيروس كورونا وكذلك مع ظهور السلالة الجديدة اللي كتنتشر بزاف كذلك في صفوف الشباب. Donc une opération de dépistage chez les collégiens. Donc غادي يديروا واحد الكشف التلاميذ اللي كيقراو في الكوليج يعني في الاعدادي والتلاميذ اللي كيقراو في الليسي يعني في الثانوي سوغا موني او نيفو دو فو ريجون، يعني غادي يديروها في هاد الجهات هادي اللي ذكرنا. لوبجيكتيف دو سيت اكسون اي ديستيمي لو نيفو دو سيركولاسيون دو فيروس شي لا بوبولاسيون دو موان دو 18 عام. دونك هنايا الهدف من هاد الكشف هو انهم يشوفوا طريقه الانتشار ديال هاد الفيروس التلاميذ اللي كيقل العمر ديالهم على 18 عام اي دو كاركتيريزي جينيتيكمون لي فاريونس او يشوفوا انواع السلالات اللي كاينين هنا في المغرب. سيت اوبيراسيون سورا موني ان اتروات كولابوراسيون افيك لو مينيستير دو ليديكاسيون ناسيونال. دونك هاد العمليه او هاد الكشف غادي يتم بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللي كتهم 30,000 اليف ريبارتي كوم سويت. دونك كتهم هاد العمليه 30,000 تلميذ موزعه على الشكل التالي، جهه الدار البيضاء ستات 10,000 تلميذ، والجهات كاملين الاخرين 4,000 تلميذ لكل جهه. دونك هادشي اللي كاين في هذه المذكره. اذا اهم النقط التي تطرقت لها المذكره الصادره عن وزاره الصحه، اذا اولا الكشف عن كوفيد 19 في الوسط المدرسي تفاديا لانتشار السلاله الجديده بين صفوف التلاميذ والتلميذات، ثانيا عمليه الكشف تهم فقط تلاميذ وتلميذات السلكي الاعدادي والثانوي الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه، يعني هذه العمليه كتهم التلاميذ والتلميذات اللي كيقراو في السلك الاعدادي والثانوي اللي كيقل العمر ديالهم على 18 عام. 30,000 تلميذ وتلميذه موزعة على الجهات الستة التالية، دونك 30,000 تلميذ اللي غادي يديروا هاد الكشف. عندنا جهة الدار البيضاء ستات فيها 10,000 تلميذ وتلميذة، جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش أسفي، جهة فاس مكناس، جهة سوس مسا، كل جهة عندها 4,000 تلميذ وتلميذة غادي يديروا هاد الكشف. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. في الأخير أشكركم على الدعم والمساندة. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري ترحب بكم وتدعوكم للاشتراك ودعم القناة بالإعجاب الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.